آسفة، آسفة فعلا. لا تتأسفي، في الحقيقة أنا سعيد بلقاء امرأة جميلة هنا. أعرفك بنفسي، ركير جمع. لا أريدها. لما؟ شكرا لك. لا، أنت همجي، كيف تجرؤ على قتل حيوان هكذا بلا رحمة؟ أنا تأكد. لأنزليني. اسمع يا هذا، أنت لست أفضل من الوحوش التي تدعي بأنك قمت باصطيادها. اتركني واشحني. هلا. لكن أين أنا؟ هل أنت مجنون؟ لن تنجو بفعلتك هذه أبداً. عسل وأنت غاضبة. لا اتركني. سنلعب. هل ستصطاد تلك الحيوانات المسكينة؟ دعني وشأني، أنت لا تعرف ماذا تفعل. دعني أذهب، دعني أذهب. لا، ستدفع ثمن هذا غالياً، ستدفع ثمن هذا غالياً. ستندم، ستندم. الشمال تبقى هادئة دائما، لن أفقد أعصابي. لست عدوة لك، ثقي بي، يجب أن نوحد قوانا. كونغ كونغ، لا تتقدم، اهرب. هنا، هذا فخ نصبه لك، اهرب. لا، هيا. لقد أوقعتك. ما رأيك لأنا لست السيدة المطلقة هنا؟ لا تغتر بنفسك كثيرا، سوف أمنعك. هذا التخفي بشع، أنا أكثر وسامة بهذا الشكل، ألا توافقين؟ لدي كل حجارة القوى العجيبة، والفتاة الصغيرة سجينة عندي أيضا. هيا نذهب، هاتها معك. من سأتخلص منه بضربة واحدة. احذركم. المخطوطة، أعطني إياها. على كل حال، عندما يكون كل شيء أريده هنا في هذا المكان. تعالي أيتها الشمان، لدينا الكثير من الأشياء نناقشها معك. دعها وسعها. الشمان لي الآن. ولكن ما الذي يجري تان؟ جربت علي. اتركني. هيا لوا، بإمكانك الخروج. لا تعب بالحفلة، يبدو أنكم تحسنون استعمال الوقت. قوات الأمن في المزرعة ستكون اللوحة في أمان. إلى بورتا والسمسارة. مسكين هذه الفتاة، إنها معتوهة. تحركي يا فتاة. تهانية، لقد قبضت على الفتاة الصغيرة أخيرا يا لوسي. حتى نتأكد أن كل شيء يسير على ما يرام.